غنتعلم والله حتى غنتعلم. وكان حدايا واحد الودادي، جالس حدايا صديق ودادي وعجبوه وعاجبو الحال، كيهضر معايا وانا ساكت. حضرت ماركة الثالث مزيان، قبل ما يتمارك الرابع وقفنا وكنقول لهم والله سيدي لا غنربحو، والحمد لله جاب الله التيسير. وكان كان ماتش مقابلة اللي شرفات الكرة المغربية وشرفات احنا كرجاويين، وربعة أربعة أيام مزيان. لا مزيان. غير غير السي محمد من الامور اللي ما كان تفقش معك فيهم، هما بحال دابا العدد بحال دابا الانتدابات الاولى في الشطر الاول ديال الفتره ديالك في الرئاسه في العامين الاولى كانوا انتدابات ناجحه وهادشي بشهاده الجميع، ولكن العامين الثانيه مثلا مجيء القربي، عمرو زكي، مجموعه من هاد اللاعبين اللي استفدوا ماديا وما عطاوش للفريق، يوسف القديوي، مجموعه من هاد اللاعبين. فالرأي ديالك انت في هاد لا هادشي ديما كيديروا البنزرتي، هادشي معروف على راه كان طلع عندي نفس المشكلة. لا لي زوبجيكتيف كانوا تحققوا ديك الساعه. دونك انت كتقول للمدرب انا بغيت الشامبيونا وبغيت البطوله، تقول لك جيب لي فلان وفلان، خاصك تحقق لي هادشي. كانوا بزاف احمد جحوح، كانوا احمد جحوح، كانوا بزاف ديال اللاعبين. شو شو هذه اسمح لي، شي 2014 و 2015 كتهضر عليهم انت، انا جبنا اللاعبين، جبنا غير لي كابيتان ديكيب، كلهم كانوا كيحكموا في فراقهم. ولكن في نفس الوقت كان بابا توندي، كان اوساغونا، كان اوار، كان لا ديك الساعه الاخر اللي عطاو انا كندير لك على 2015 2016 اللي عطاو زعما الاضافه لفريق الرجاء الرياضي. ايوا اش غادي نقول لك، شوف كتبقى شوف انتدابات. شوف ريال مدريد راه جابت ازار زباله تاع الفلوس، باقي ما لعبش حتى جوج ماتشات متابعين. دونك الانتدابات والكره هي هادي. سي محمد باش ما نشدكش بزاف، بقى لي واحد جوج اسئله نسولك، حيت حنا كنا درنا واحد لاباج فيسبوك ديالنا، واحد طلبنا من الجمهور يطرحوا مجموعه من الاسئله باش نطرحهم عليك، كتعرف العلاقه الايجابيه اللي عندك مع جماهير الرجويه. غير المجيء ديال السي سعيد حسبان، واش بودريقه ما كانش كيتحمل فيه المسؤوليه؟ لا اللي كيتحمل المسؤوليه هما الناس اللي صوتوا عليه. شوف طلال شوف واحد القضيه، انا سمعني مزيان، انا تحاربت بزاف 2015 حيت نجحت قبل كنت نجحت، وتحاربت بزاف، تحاربت من الداخل ومن برا، متفقين؟ حيت حنا المغاربه ما كنبغوش واحد ناجح، حنا المغاربه كنشوفوا واحد ناجح كنريبوه باش يولي بحالنا، متفقين؟ كنبغوش نشوفوا واحد ناجح يمشوا معاه. الوغ تحاربت من الداخل، كنعرف شنو هي من الداخل، وتحاربت من على برا، وبالتالي انا ملي طلع لي هادشي في الراس اصلا ما كنربحش، انا هادشي كنخسر فيه. قلت انا غادي نمشي في حالي، ملي بغيت نمشي في حالي يجي اكس ولا يجي اكس.
حسبان جا مهمة واحدة، واش هو تصور صورة الرجاء، شو هو صورة الرجاء ومشى صافي. عاود نهضروا على حسبان وعلى حاجة أخرى. واضح السي محمد، باش نسدوا القوس ديال أربع سنين ديالك في الرجاء، شنو هو كان لو ميور سوفينير ديالك مع نادي الرجاء الرياضي في هذوك أربع سنوات؟ هو الفوز ديالنا، هو الفوز بالنصف النهائي ديال كأس العالم للأندية، واللعب النهائي وحضور صاحب الجلالة في المقابلة والاستقبال الملكي، هذه أحسن سوفينير كانت عندي. وأسوأ ذكرى؟ أسوأ ذكرى باش نقول لك، أسوأ ذكرى كانت عندي أنا هي الهزيمة مع حوريا كوناكري، الإقصاء، حيت كان هذاك الفريق يعني مشي بعيد في الشامبيونز ليغ، كان يمشي بعيد الشامبيونز ليغ، وكانت عندها كانت الشامبيونز ليغ سهلة. وي وي مباراة وفاق سطيف، وفاق سطيف مباراة كاع الماتش بحال جميع الماتشات عادية، كنظن بأن شنو نقول لك، كان وقعنا فيها المشاكل، كنا نربحوا ديك ضربات الجزاء، ولكن انت كما كتشوف ضربات الفريق دار جوج لجوج، شنو بغيتي بيلانتيات في الاخر خسرنا، شنو خسرنا كتبقى الكره، واش الرئيس هو اللي قال اساكونا سير ضرب بيلانتي وزقلها. شوف هذوك الناس اللي كيتكلموا على ماتش اسف يدخنعك بالله، قول لهم شوفوا. شوف سي محمد، حنا سولتك هذا السؤال جاوبتي عليه، دخلنا عليك بالله، واش كتعرف شي طبيب؟ واش كتعرف شي طبيب؟ انت راك شاري ساكن حدايا، دخلناك بالله شي طبيب. شوف سي محمد، الامر امر كان واضح، ترى الناس مراد الله يخصهم طبيب. زيد عطيني سؤال اخر، سؤال اخر اخويا، ما تخسر بكره، واش بعد الراي ديالك في الريمونتادا 4-4 هاد السنة، حيت هادو من أحسن الذكريات اللي كانوا في هاد الموسم، الرأي ديالك في أنا الماتش 4-4 كنت في الملعب، وكان كان معايا الأخ ديالي، كان كاين الأخ عبد الله الودادي ولا أمين؟ لا الرجاوي أمين. هما ماركة الوداد الرابع. شنو غادي نقول لك؟ هو جا قال لي نمشي، قلت لي شوف غير ريح، راه نربحو غير ريح يكون خير يا بلاتي. الوغ سيدي تماركت الثاني، ويقول لي يلاه كنت شوف والله ما غنمشي، والله حتى غنتعاد، والله حتى غنتأهل. وكان حدايا واحد الودادي، جالس حدايا صديق ودادي، وعجبو وعاجبو الحال، كيهضر معايا وانا ساكت. الوغ تماركت الثالث مزيان، قبل ما يتمارك الرابع وقفنا، وكنقول لهم والله سيدي لا غنربحو، والحمد لله جاب الله التيسير. وكان كان ماتش مقابله اللي شرفات الكره المغربيه وشرفات احنا كرجاويين، و4-4 تاهي مزيان. السي بودريقه، باش نخليوك تمشي، واش نقدروا نشوفوا السي بودريقه مره اخرى في رئاسه الرجاء الرياضي من بعد، من هنا تعرف واحد من هنا لواحد 4 سنين ولا 5 سنين ولا فتره من الفترات، واش يمكن لنا نعاودوا نشوفوا السي محمد مستقبلا في المستقبل البعيد، ماشي القريب، المستقبل البعيد، علاش لا؟ ونتمنى حد الموفق لنادي الرجاء الرياضي، ونتمنى لك انت حد موفق في المسير ديالك المهنيه، وتبارك الله عليك. شكرا سي محمد، قربتي الجماهير الرجاويه والجماهير الكرويه بصفه عامه على الفتره ديالك في التسيير، وايضا قربتهم على التجربة ديالك في حزب التجمع الوطني الأحرار. كنشكرك سي محمد على التواصل معكم. شكرا.